هذه هي مديرية حريب، لقد أصبحت تحت سيطرة أبطال ألوية العمالقة. نرحب بقوات العمالقة في مديرية حريب، وأهلا وسهلا والله. والله إنكم أخرجتونا من ظلم إلى نور، لأن إحنا مقطع علينا كهرب وغاز وكل شيء. والله نورتوا حريب، وإحنا مستني لكم من كم من لعني مستني لكم من يوم دخل الحوثي، وإحنا نقول بفرج الله علينا. نحن سيطروا القوة على مديرية حريب. الحوثي التي تعاملت معه مدفعية قوات ألوية العمالقة، الله أكبر الله.